على معي الآن صاحب الصحيفة الاقتصادية الأستاذ بندر الرشود يحدثكم عن المباراة تقريبا. ألو، مساك الله بالخير أستاذ بندر. هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ بندر. طبعا أنت شايف الشوط أو شفت الشوط الأول بين النصر والهلال، بس يمكن سؤالي لك أستاذ بندر، تشوفها فعلا تستحق هالمباراة اسم ديربي من الناحية الفنية؟ والله يعني ما أخفيك، المباراة كنا ننتظر النصر يظهر بمظهر جيد في هذه المباراة، خاصة في ظل العطاء اللي قدمه خلال الجولات الأربع الماضية. أيضا مقارنة أيضا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الهلال، التذبذب المستوى الفني، كان الجميع يعتقد أن النصر هو الأقرب للسيطرة للاستحواذ لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن رغم استقرار العناصر من فريق النصراوي إلا أن الهلال فاجأ النصر بتشكيلة مختلفة تقريبا تماما. أبرز خياراته كانت خارج أو على مقاعد البدلاء بجانب السيد الفرنسي كومباري، مع ذلك نجح الفريق الهلالي في السيطرة والاستحواذ والتبكير في عملية تسجيل الهدف. نجح النصر في العودة للمباراة. انتهى الشوط الأول، أعتقد أن الشوط الثاني النصر أجرى تغييرين من قبل السيد ماتورانو الكولومبي. لسه بسألك كابتن أستاذ بندر على التغيير، بالنسبة للتغيير القحطاني بدل اليوفي زيلعي عبد العطيف، تشوفها مناسبة؟ أعتقد أن المدرب أخطأ تماما في أحد الهجمات الخطرة للفريق الهلالي. طبعا طبعا أعتقد أن التغييرات لم تكن جيدة، ولا خاصة أن الكابتن أيوبي خلال الشوط الأول كان مقدم مستوى جيد. لا أعلم حقيقة هل خروجه بسبب الإصابة أو بسبب تغيير تكتيك فني أو خلافه. في ظل أيضا الأرجنتيني مانسو لم يقدم ما يشفع له للبقاء أكثر من 71 دقيقة. أعتقد أنه خلال هذه المباراة وخلال مجرياتها كان ضيف شرف على الفريق النصراوي، وحقيقة يعني لم يتحرك بشكل جيد، لم يساند الدفاع، لم يساند الهجمة كثيرا، ولذلك الهلال استطاع أنه يستثمر هذا الضعف والأداء الفني الضعيف في وسط النصر ويسجل الهدف الثاني ومن ثم يضيف الهدف الثالث. أعتقد أن الهلال طبعا هو الأقرب لحسم النتيجة، ولكن في ظل هذه المعطيات، في ظل ما يقدم الهلال من مستوى، أعتقد أن النتيجة ربما تكون أكثر ثقيلة على النصر. يعني أستاذ بندر تتوقع أن بيكون في أهداف أكثر من كذا؟ والله شوف، أنا باقي تقريبا 18 دقيقة، يظل ما أشاهد أمامي أعتقد أن الهلال قادر أنه يسجل الرابع ويبحث عن الهدف الخامس. نقدر نقول انتهت للهلال؟ والله في ظل ما أشاهد أعتقد أن الأمور تقريبا شبه حسمت للمصلحة فريق الهلال. شكرا لك أستاذ بندر رشود صحفي في جريدة الاقتصادية، يعطيك العافية.